بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح أوامر 3 دي أوتوكاد، والنهاردة هنتكلم عن سيرفيس أوفسيت. أمر سيرفيس أوفسيت بنجيبه من المنيو بار اللي فوق، عندي فيه سيرفيس كرييت بليند باتش أوفسيت. أنا شرحت البليند وشرحت الباتش، النهاردة هشرح الأوفسيت. طيب نعمل الأوفسيت إزاي؟ لو أنا قلت له اس بي لاين بعدين قلت له انتر، تمام، وجيت عملت اكسترود لي اكسترود سيرفيس بالشكل ده، وعايزه اعمل اوفست للسيرفيس ده. هعمل اوفست ازاي؟ هاجي عند اوفست، امر اوفست بدوس عليه بالشكل ده كده. هنا بيقول لي سيرفيس اوفست سيلكت سيرفيس، انا هختار السيرفيس ده انا عايزه اعمل له اوفست، وبعدين بدوس بيمين الماوس انتر. هنا بقى بختار الاتجاه، اتجاه الاوفست اما في الاتجاه اللي هو مدهوني ده، او ان انا ممكن اغيره، فبقول له فليب دايركشن في الكومنت تحت اهي، فليب دايركشن، عمله لي العكس على طول، عكس لي الدايركشن، يبقى عندي الاوفست هيبقى في الاتجاه اللي فيه الاسهم كده، تمام. طيب اهو لو دوست عليها تاني الاتجاه هيبقى مع الاسهم. طيب لو انا قلت له البوس سايد هيبقى الاثنين، يبقى انا عندي الاوفست في الاتجاهين، فانا هدوس عليها كده اهو عمل لي اتجاهين. طيب انا هقول له مثلا الاوفست تعمله لي مثلا هخليه نص، وادوس انتر، عمل لي زي ما شايفين اهو، اهو ده اللي في النص، ده اللي انا عملته، وبعدين عمل لي اوفست في الاتجاه ده نص وفي الاتجاه ده نص بالشكل ده كده. لو انا حددت لكم بلون تاني هاجي احدد الاوفست اللي انا خدته اهو باللون الاحمر، شايفين باللون الاحمر ده اللي هو اللي انا رسمته، الاثنين التانيين اللي انا عملت اوفست ليهم اهو. لو انا جيت شفتها شيد هنشوفها شيد اهي، بانت لي اكتر بالشكل ده كده. هاجي اخد كوبي من السيرفيس ده، تمام، ونكمل مع بعض. وبعدين هقول له اوفست وادوس عليها، وادوس بيمين الماوس انتر. في عندي بقى هنا سوليد، ممكن ان انا اعمل السيرفيس ده سوليد ازاي؟ انا هدوس عليه بالشكل ده كده، احنا عاملينه في اتجاه واحد، واقول له سوليد مثلا بمقدار واحد وادوس انتر، عمله لي سوليد، يبقى هو مش عامله سيرفيس، مفيش الفراغات دي موجوده، هو قفله زي ما احنا شايفين كده كأنه عمل له سمك. يبقى احنا الدرس النهارده اتعلمنا فيه ازاي ان احنا نعمل سيرفيس اوفست في برنامج الاوتوكاد. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.